الدعاء ده عجيب جدا في الحياة. الدعاء بيشكل عقلك الباطن، الدعاء بيشكل مستقبلك وبيحكم على حاضرك. ازاي؟ قول لي ايه اولوياتك، قول زي ما انت عايز، لكن قول لي ايه اكتر ثلاث حاجات بتدعو بيهم. اكتر ثلاث حاجات بتدعي بيهم هم دول اولوياتك في الحاضر، وكأن طريقة أنك تعرف أنا أولوياتي في الحياة إيه. شوف أنت بتدعي بإيه، اللي بتدعي بإيه هو دون اللي بيوضح أولوياتك. وعايز تعرف مستقبلك إيه، شوف أنت بتدعي إيه. ثلاث دعوات للمستقبل، الدعوات اللي بتدعي بيهم للمستقبل هم دول أولوياتك في المستقبل، وهم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى هيغرسهم في عقلك الباطن، وهتلاقي نفسك بعد شوية بتسعى لتحقيق اللي كنت بتدعو بيه، لأن بقى في عقلك أقوى وأقوى وأقوى، وبقيت مصر عليه أكتر وأكتر وأكتر، فيعينك ربنا، لأن الموضوع بقى مالي نفسك. فبقى الدعاء وعلم النفس والتحرك في الحياة كلهم متشبكين في بعضهم، والدعاء له سر عجيب في كل دون. أحد أصدقائي بيقول لي كنت بشتكي من نفسي وزعلان من نفسي إن أنا عندي شوية تكبر، أنا مسكت نفسي، كان نفسي أكون متواضع أكتر من كده، مش مبسوط من نفسي، لغاية ما سمعت دعوة كنت أول مرة أسمعها عجبتني قوي. اللهم أعزنا بالافتقار إليك ولا تذلنا بالاستغناء عنك. بيقول نزلت على قلبي أما حلوة بشكل، بيقول لي بدأت أدعي بيها وأدعي بيها وأدعي بيها. اللهم أعزني بالافتقار إليك ولا تذلني بالاستغناء عنك. بيقول لي أنا تغيرت بعد شوية من كتر الدعاء، تمسكت بيها في أخلاقي وأعانني ربي عليها لأني دعيته، فبقى تقويتها في نفسي وإجابة ربنا لدعائي وتقويتها في عقلي كلهم تموا عن طريق الدعاء. الدعاء شيء رائع وشيء خطير، بيقوي النفس.